أقامت كلية الهندسة بجامعة تعز معرضاً للمشاريع الهندسية والابتكارات العلمية والإبداعية لمجموعة من مهندسي ومهندسات الجامعة بقسم المايكوترونيكس والروبوتات، فيما تم تكريم أفضل 3 مشاريع بمبالغ مالية مقدمة من مكتب الثقافة ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة. من رحم المعاناة يولد الإبداع، هذا ما حمله معرض المشاريع العلمية في جامعة تعز، والذي احتوى على العديد من الاختراعات والابتكارات الصغيرة بشكلها الأولي والكبيرة بما تحمل من أفكار إبداعية ستعود بالفائدة على المجتمع إن لاقت الاهتمام والتطوير. اليوم الطلاب ابتكروا مشاريع، تمام ولا لا؟ أحد المشاريع الذي كان نستطيع أن نركز عليها مشاريع التصنيع بمساعدة الحاسوب. هذه المشاريع طبعاً تسمى CNC، تصنع أي جزء في الآلة. تحتاج أنت الآن مثلاً، أنت الآن في معدات طبية مثلاً، نفرض أنه في أجهزة عندك معدات طبية مثلاً في الشركات، تحتاج إلى قطع بسيطة، قطع غيار، لابد أنه نستوردها من الخارج. نستطيع أن إذا اهتمينا بهذه الآن المشاريع البسيطة، نستطيع أن نصنع مثل هذه القطع البسيطة لتغطي لنا العجز الذي موجود الآن في الشركات وأيضاً في المصانع وأيضاً في الآلات الذي موجودة في المصانع وأيضاً في المعدات الطبية. طبعاً هذه ماكينات CNC تعمل على النح، أما على البلاستيك أو على الخشب. أقوم بإدخال الكود أو الشيء المراد رسمه عبر اللابتوب، ثم إرساله إلى الأردوينو عبر برنامج اسمه الجيكود. هذا البرنامج خاص بلغة CNC. ثم من بعد ذلك تقوم الآلة CNC بالنحت أو بنحت القوالب أو بنحت الأسماء. نحن هنا الطلاب قمنا بعمل العديد من المشاريع، لكن مشروعنا هنا قمنا بعمل ذراع روبوت يمكن التحكم به عن طريق الواي فاي وارم اوف ذا روبوتس كنترولينج باي ذا وايرلس. له استخدامات يعني كثيرة، ولكن احنا عملنا بصورة مصغرة، وكان من أهم أو الأهم الفكرة التي جاءت لنا عند لكي نصممها، وهي العمل في بيئات خطيرة على الإنسان، مثل العمل في مناطق كيميائية أو معامل كيميائية، فهي خطيرة على الإنسان. وبهذا عملنا هذا الروبوت لأنه يمكن التحكم به عن بعد، كما أيضا يمكن تطوير هذا المشروع لكي يقوم بنقل وحمل الأحمال الثقيلة التي لا يستطيع الإنسان يعني أن يتحملها. طبعا هذه المشاريع هي مشاريع تخصص هندسة الميكاترونكس والروبوتات، طلاب مستوى ثالث ومستوى رابع ومستوى ثاني. هذه المشاريع بتلاحظوها عبارة عن مشاريع روبوتات، إضافة إلى مشاريع البيت الذكي والمشاريع الخاصة بالCNC التي تعمل على النقش والتي تعمل على الرسم. طبعا هذه عبارة عن مشاريع إبداعية وهندسية وابتكارية، أغلبها أنشأوها الطلاب من مخيلاتهم وكذلك من تطبيق على أرض الواقع، حيث كانت أفكار من ثم العديد من المحاولات على أساس أنها تطبق في أرض الواقع. احتوى المعرض على العديد من المشاريع والابتكارات الإلكترونية لنماذج آلات صناعية وريبورتات يتم التعامل معها عن بعد، ويمكنها تقديم خدمات متعددة كنموذج آلة الرسم والنحت وغيرها من الاختراعات والمشاريع العلمية التي كافح الطلاب من أجل إنشائها رغم غياب الإمكانيات والعديد من العوائق التي تقف أمام إبداعهم. الشيء الوحيد الذي عانى منها الطلاب هي عدم توفر القطع وغلاء سعرها، فهي تعتبر غالية الثمن، فحاولوا الطلاب أنهم يفرقوا من جيوبهم على أساس أنهم يشتروا هذه القطع وإنشاء هذه المشاريع. لذلك نتمنى من جامعة تعز ومن بقية المنظمات والمراكز أن يدعموا هذه الأفكار سواء بالتشجيع المعنوي أو التشجيع المادي، حيث أن هذا الطلاب المبدعين يستطيعون إنجاز ابتكارات ومشاريع أكبر من هذه الإنجازات. فنأمل من يستطيع أو الجهة المسؤولة أن تقوم بالنظر في هذه الأشياء ومساعدتنا لكي نتطور، لأن بالأخير نحتاج إلى ناس داعمين لكي يدعموا هذا التطوير ونستمر في التطوير وتحسين هذه الروبوتات في المستقبل. لو في اهتمام من قبل الشركات وأيضا من قبل السلطة المحلية بهذه المشاريع من البداية، بحيث أن هذه المشاريع تكون تخدم البنية التحتية وتخدم التنمية في هذه المدينة أو في هذا الوطن العريق، أستطيع أنه نقول أنهم بنستطيع أن نحصل على مخرجات علمية وعملية تطبق على أرض الواقع. وبإذن الله عز وجل يكون من الآن وصاعدا فيه اهتمام بهذه المشاريع، ويكون فيه ربط مثل ما قلت
بين الشركات وبين كلية الهندسة على أساس أن كلية الهندسة تلبي الاحتياجات التطبيقية والعملية التي في سوق العمل. جسد المعرض العديد من الأشكال العلمية التي حملت أفكار مختلفة بما تحمل مضمون علمي سيعود بالفائدة على المدعين إن لاقت الاهتمام وبالمنفعة للمجتمع، فأذهانهم الإبداعية تحتاج للرعاية التي إن غابت غاب الإبداع.